مرحبا بكم في التطبيق الخاص بالتسجيلات في برنامج عدل 3. من أجل التسجيل عليك الدخول للتطبيق ومن ثم النقر على خانة التسجيل. بعد قراءتك للبيانات اضغط على موافق من أجل إتمام العملية. أولا قم باختيار الولاية الخاصة بك، ومن ثم عليك بإدخال رقم التعريف الوطني مع إدخال كذلك رقم الضمان الاجتماعي. يمكنك كذلك مسح سكان كلا من رقم التعريف الوطني نيميرو ديدنتيفيكاسيون ناسيونال ورقم الضمان الاجتماعي نيميرو دو سيكوريتي سوسيال. بعدها عليك بإدخال رقم الهاتف الخاص بك مع إعادة إدخال الرمز الموجود في الصورة. في الأخير اضغط على تأكيد البيانات من أجل تأكيد التسجيل. عليك الاتصال بالرقم الظاهر في الصورة مع فحص التسجيل. لقد تم التسجيل في برنامج عدل 3. يرجى النقر على الزر لتحميل الاستمارة.